موسى منذ توليه مسؤولية وكوكيل للمعهد عام 2019 بدأ فكرة إنشاء فروع للمعهد بالإبروشيات داخل مصر وخارجها، وكل فرع بيبقى تحت مسؤولية أب كامل وخادم بيختارهم الأب والأخت في الإبروشية وبيعملين تحت رعايته. وخلال 14 عام زي ما حضرتك ذكرت بلغ عدد فروع المعهد داخل مصر 41 فرع وخارج مصر 19 فرع. هذا اللقاء هو الخامس منذ بداية اللقاءات من 6 سنوات، وفي كل اللقاءات بيحرص نفس الأنبا موسى على الحضور بنفسه وتقديم الشكر والتقدير لمسؤولي فروع المعهد داخل مصر وخارجها. وفي الحقيقة الشكر ده واجب ليهم على جهودهم المبذولة من أجل نشر سلسة المعهد وخدمة الدارسين بالفرع، بداية من الإعلان عن فتح باب القبول وتفجيه الآباء الكهنة والخدام على الدراسة، مرورا بكل تفاصيل العام الدراسي. وبكده بيكون مسؤول الفرع هو سفير المعهد بالإبروشية وحلقة الوصل ما بين الدارس بالفرع وإدارة المعهد بالكاتدرائية بالأندلس. وده في الحقيقة كان هو الهدف الأول من عقد اللقاء الخامس أو من عقد لقاءات مسؤول الفروع بالمعهد بصفة عامة. الهدف الثاني برضو اللي بنحققه بالناس عن حققه خلال اللقاءات دي إن احنا نعرض ثمار فروع المعهد بالإبروشية، لأن تعب المسؤولين بالفروع وفروع المعهد بالإبروشيات ليها ثمار رائعة بتفرح قلب ربنا وقلب الكنيسة. من ضمن الثمار دي ازاي نمو وانتشار المعهد بصورة أكبر في الفروع وعدد الدارسين بيزداد في كل فرع. والفروع دي زي اللي بتنضم، يعني احنا دلوقتي احنا 41 فرع، البداية كانت بخمس فروع وسبع فروع خلال 14 سنة في وكالة سيدنا أنبا موسى ومسؤوليته للمعهد بلغ العدد 41. في كمان من الثمار الجميله اللي بنعرضها في لقاء مسؤول الفروع رسائل الماجستير والدكتوراه اللي بيحصل عليها خريج المعهد من الفروع، وده عدد مش قليل تحت عنايه الاستاذ دكتور رسمي عبد الملك مسؤول الدراسات العليا في المعهد. في برضه من خريج المعهد من الثمار الجميله ان كتير من خريج المعهد بيبصروا لنوال نعمه الكهنوت، يعني كتير من خريجين المعهد اتسموا كهنه في الرسمات الاخيره. كمان في اللقاء ده بنعرض الورك بلان للفتره اللي جايه. وفي الحقيقه كان من اهم ملامح الورك بلان في الفتره اللي جايه ان المعهد ينظم لقاءات للدارسين بالفروع في الابروشيات نفسها، ان احنا نجمع كل مجموعه ابروشيات قريبه في الصعيد الاعلى وبحري ونعمل لقاءات للدارسين لزياده التواصل ما بين المعهد والدارسين بالفرع. تمام. لو اللقاءات مع الدارسين دي كان بدايتها واللي شجع عليها جدا فضيلة الضابط غبروس الثاني لما عقد لقاء لكل الفروع بكل الابروشيات في دير السريان العامر بحضور سيدنا أنبا موسى طبعا في عام 2018 تحديدا في 17 مارس 2018، وكان الحضور ساعتها حوالي 650 دارس من كل الفروع، وكان 8 من الفروع حوالي 32 فرع بس، وحضر طبعا مسؤولين الفروع واداء اساتذه كتير كانوا حاضرين معانا في النهارده. فبنعمه ربنا نكمل رؤيتنا لقاءات الدراسين بالفروع باذن الله. محتاجين حضرتك كمان يا دكتور مايكل تكلمنا اكتر بقى عن يعني فروع الدراسه في المعهد، لو حضرتك تدينا نبذه عنها، وتكلمنا اكتر كمان عن الدور المهم اللي بيلعبه المعهد في زياده ونشر الخدمه في ابراشيات الكنيسه القبطيه في الداخل وكمان في ابراشياتنا في الخارج. تمام. الحقيقه المعهد بيقدم فرصه للدراسه لكل الاباء الكهنه والخدام من خارج القاهره وخارج مصر، لأن هدف المعهد هو إعداد راعي باحث راعي مهتم وعلى دراية بكل مجالات الرعاية الكنسية. الدراسة في المعهد هنا في القاهرة بطريقة الانتظام في الحضور للمعهد، لكن الدراسة في الفروع خارج القاهرة وخارج مصر بطريقة الانتساب بنظام الانتساب. الدارس بيتابع معانا المحاضرات لايف بث مباشر وبيسمعها مسجلة على الويب سايت، وبتوصل الكتب ايا كان مكانه سواء بره القاهره في الابروشيات داخل مصر او خارج مصر. ده كمان بالاضافه ان المعهد يعني في اهتمامه بتخطيط كل مجالات الرعايه الكنسيه، المعهد بينظم دورات تدريبيه متخصصه بيجي على راسها دورات تدريبيه للاباء الكهنه، يعني حاليا المعهد بينظم الدوره التدريبيه السادسه للاباء الكهنه فقط. في القاهره بيحضروا معانا قاعات المعهد، وفي الابروشيات خارج القاهره وخارج مصر يتابعونا برضه عن طريق برنامج زوم. في كمان دورات تدريبيه في خدمه ذوي الاعاقه، دورات تدريبيه في التربيه الجنسيه، دورات تدريبيه في الارشاد الاسري
وتربيه الابناء عدد كبير من الدورات التدريبيه المتخصصه. وبكده بيتكامل هدف المعهد في اعداد راعي باحث وكل مجالات الرعايه والخدمه. هل يا دكتور الدورات التدريبية دي بيتم زيادتها مع الوقت أو بيتم دخول ليها مثلا دورات جديدة أفرع مختلفة من الدراسة؟ طبعا يعني بنحاول في الدورات التدريبية دي إن احنا نخاطب متغيرات العصر، لأن الراعي دلوقتي في إعداده بقى فيه متغيرات كتير مهمة إن هو يكون على دراية بيها. يعني على سبيل المثال آخر دورة تدريبية عملناها موضوع التربية الجنسية، كنا بنتكلم فيه عن بعض الاضطرابات الجنسية الخطيرة اللي دلوقتي بتواجه الشباب وبيبذل مجهود كبير فيها الرعاة سواء الآباء الكهنة والخدام في مواجهتها، ومحتاج ان هم يكونوا على دراية ووعي بيها. صحيح. بنحاول نركز على متغيرات العصر في الدورات التدريبية دي. برضه دورات التدريبية الآباء الكهنة كانت الدورة الخامسة اللي هي اللي فاتت، اللي كانت فترة الخمسين اللي فاتت دي، كانت عن الكاهن والتحديات الأسرية المعاصرة. ازاي الكاهن يتعامل مع التحديات الاسريه المعاصره لنرجع عن مشاكل الانترنت ومشاكل كتيره قوي بيواجهها الاباء.